بما اننا دخلنا في الصيف واكيد حابب تغير جو انت والعيله، بس بتدور على مكان فيه الاولاد يقدروا ينبسطوا بالالعاب الاكوا بارك. النهارده هتعرف معانا احسن 5 فنادق في العين السخنه فيها ملاهي اكوا بارك. اختار اجازتك في فنادق ومنتجعات كل 3. 1. فندق تيدا سويس ان بلازا اكوا بارك فئة 4 نجوم. بيقع فندق تيدا سويس ان بلازا اكوا بارك عند مدخل المنطقة الاقتصادية الصينية المصرية في العين السخنة، على مسافة 90 دقيقة بالعربية من القاهرة و30 دقيقة من السويس. 2. فندق تيدا سويس ان بلازا اكوا بارك هو الاختيار الأمثل للعائلات اللي جايين بصحبة أطفالهم. بيضم الفندق أكوا بارك فيها ألعاب مائية زي مدافع المية والشلالات وسلايد بيوصل ارتفاعها ل 12 متر وبتكون مناسبة للأطفال والكبار، وحمامات سباحة منهم حمام سباحة مية دافية للأطفال، وبيضم كمان الفندق منطقة ألعاب خاصة بيهم. وبجانب الأكوا بارك بيتميز فندق تيدا سويس ان بلازا بمدينة الملاهي تيدا فان فالي. تيدا فان فالي مقسمة لمناطق، كل منطقة لها طابعها الخاص. منطقة عالم الديناصورات فيتعرف أطفالك على 40 نوع من الديناصورات وياخدوا رحلة بالكاستر يلفوا بيها الحديقة بالكامل. والمنطقة الثانية هي عالم السيارات اللي بيقدروا ياخدوا فيها رحلة بالعربية وسط عجائب الدنيا السبع وأشهر المعالم السياحية حول العالم، وما ينفعش تفوتكم سينما 5D. المنطقة الثالثة هي عالم كاندي. المنطقة دي مخصصة للأطفال من 7 لـ9 سنين وبتضم 30 لعبة هتخليهم مش عاوزين يمشوا من المكان. فندق كورال سي بيتش ريزورت فئة 4 نجوم. فندق ومنتجع كورال سي بيتش اند اكوا بارك في عتاقة، على مسافة 170 كيلومتر من القاهرة ونص ساعة من شاطئ بورتو السخنة. مش محتاج تقلق لو جاي مع أطفالك، لأن فندق ومنتجع كورال سي بيتش بيضمن لك انبساطهم وانبساطك. بيوفر لكم الأكوا بارك في الفندق أنشطة مائية مختلفة وممتعة ومناطق لرش المية، وتقدر كمان تشارك أطفالك اللعب والمتعة في السلايدز المائية، ده غير ألعاب مائية بتناسب سن أطفالك. ثلاثة، فندق إليت ريزيدنس توليب أند أكوا بارك فئة 4 نجوم. بيقع فندق إليت ريزيدنس توليب أند أكوا بارك على مسافة 130 كيلومتر من القاهرة و34 كيلومتر بس من السويس، وبيطل الفندق مباشرة على البحر الأحمر. بيوفر لك فندق إليت ريزيدنس 4 حمامات سباحة، 2 للكبار و2 للأطفال. ده غير حمام سباحة خاص للسيدات. أما الأكوا بارك في إليت ريزيدنس فهي مناسبة للأطفال والكبار، فتقدروا تقضوا وقت ممتع كلكم كعيلة مع بعض. بجانب إن شاطئ الفندق بميته الضحلة يعتبر فرصة لأطفالك إنهم ينزلوا البحر. أربعة، فندق ريتال فيو العين السخنة فئة 4 نجوم. بيقع فندق ريتال فيو العين السخنة واللي كان اسمه سابقاً ريد كاربت على مسافة 90 دقيقة من مطار القاهرة الدولي و20 دقيقة بس من مدينة السويس. تصميم فندق ريتال فيو العين السخنة للمتعة يخليك تنبسط فعلياً أنت وأطفالك مع بعض، لأن الفندق صمم ألعاب الأكوا بارك بحيث أن سلايدز الكبار تكون جنب سلايدز الأطفال وحمام سباحة واحد، ده غير منطقة مخصصة للعب الأطفال ونادي كمان خاص بيهم. 5. فندق رومانس العين السخنة فئة 4 نجوم. بيقع فندق رومانس العين السخنة بطريق الزعفرانة عند الكيلو 102، وتقدر توصله بالعربية في 90 دقيقة بس من القاهرة.
بيضم فندق رومانس حمامين للسباحة، واحد للكبار وواحد للأطفال. وحمام السباحة الخاص بالأطفال في سلايدز وألعاب تناسب سنهم. ومش حمام السباحة وبس، فندق رومانس بيوفر كمان لأطفالك منطقة ألعاب وكيدز كلاب خاص بيهم. وطبعاً بجانب الأكوا بار مع السلايدز المائية اللي تقدر تشاركهم فيها اللعب والمتعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية مجموعة اقتراحاتنا. أجازة سعيدة مع كل اللي بتحبوهم.